عم ننفذه هو مشروع المنظفات ل 24 مستفيد ومستفيدة، خضعوا لتدريبات، حالياً عم ينفذوا المشروع وبيعملوا منظفات بشكل عملي. كنت في البداية مستفيدة وهلأ صرت متطوعة بمركز تأهيل المرأة والطفل. المنظفات يعني هي عمل جيد بس شاق للمرأة، يعني بما أنه الكلور والفلاش والمواد الكيماوية كثير بتأثر، يعني بتأثر على الصدر، بتأثر علينا، عرفت شلون؟ يعني كثير نحن عم نتحايل. عندنا سبع مواد هي خام ونحن عم نعملها: الفلاش، الكلور، سائل الجلي، سائل صابون اليدين بالإضافة للعملاق، ونحن كمان عملنا معطر. الحمد لله يعني كبداية مقبولة يعني نوعا ما، ولكن نحن نطمح يعني أنه تغطي منتجاتنا اللي سميناها كالا المحرر كلياته. أنا بحب أقول لكل سيدة إنه لا يأس مع العمل والفكرة التي تجعل منك سيدة ناجحة. كوني مساهمة، قدمي ما لديك، كوني في الصفوف الأولى، فأنت أقوى من المستحيل.